عن قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي صدر اليوم من البرلمان في العراق والغاية منه في هذا التوقيت. ينضم إلينا عبر الهاتف من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. أهلا بك سيد عبد الله. يعني بداية، هذا القانون الذي صدر ليس جديدا، لماذا برأيك هذه الدعاية السياسية من شركاء العملية السياسية في هذا التوقيت بالتحديد؟ تفضل. تحية لكم ولمشاهديكم الأكارم. بالحقيقة قبل أن نجيب على هذا السؤال، يجب أن يعرف الجميع وهذا معروف أن معاداة الكيان الصهيوني ورفض العلاقة معها من مسلمات الثقافة الوطنية العراقية وليست مستحدثة بل مترسخة بين أبناء الشعب العراقي. استحدثوها الآن ليعلنها أطراف العملية السياسية. نعم. هي مجرد محاولة للقفز على معاناة الشعب العراقي الذي يعيش تحت أسوأ الظروف على طيلة تاريخه، على يد هؤلاء الذين صاغوا قانونا لمعاداة الصهيونية التي هي أصلا موجودة لدى الشعب العراقي. هو من القصد من عنده القفز على كثير من مستحقات الاستحقاقات الشعب العراقي التي يمارسونها من سرقة وقتل وضياع الحقوق وضياع الصحة والنهب. كل هذه هي محاولات لإلهاء الشعب العراقي عن الظروف السيئة التي يعيشها، في إشعال بالونات فارغة ليست لها معنى لدى الشعب العراقي. طيب، بحسب موقع ميدل إيست آي سيد عبد الله، يعني فإن هناك مخاوف من استخدام قانون تجريم التطبيع كأداة للتصفية السياسية. السؤال هنا، إلى أي مدى ترى أن مخاوف ميدل إيست آي في محلها؟ المخاوف بوجود هؤلاء نفسهم في دفة السلطة ولديهم الأسلحة ولديهم إمكانيات ولديهم القانون وكل أجهزة القمع، وهذا وحده مخاوف مستمرة على حياة الشعب العراقي. أما كتصفية سياسية فإن كانت فيما بين أطراف العملية السياسية فهذا ليس يمت بصلة للشعب العراقي وليست، لكن المخاوف الحقيقية من هذه القوانين وغيرها خصوصا هذا القانون هو محاولة إطفاء إضافة صفة سيئة على النشطاء. نعم. بحجة أنه متعاونين مع هذا الكيان الصهيوني. نعم. لأنه هم في رأيهم كل من ليس له علاقة بأجندتهم السياسية الخاضعة لأجندة الاحتلال الأمريكي الإيراني. نعم. يعتبر معادي لهم، فلذلك هم يسيقون كلها. نعم. بالتالي هم عندهم أدواتهم التي يمكن أن يتهموا بها أي شخص ويضيفوا أي تهم عليها، لأن عندهم المخبر السري وعندهم الأجهزة التلفيق في الأجهزة الأمنية كافة. لكن القانون الذي سن حديثا سيد عبد الله استثنى في نصه الجديد كذلك تجريم الزيارات الدينية، كيف تقرأ هذا الاستثناء في قانون الأحزاب والميليشيات؟ الحقيقة هو من يزور زيارات الدينية التي هو من يقوم بهذه الزيارات، هل المواطن العراقي العادي أو الدائر العراقي يقوم بزيارات دينية إلى الكيان الصهيوني؟ يقوم بها ذوات العمائم من جميع المذاهب الحاكمة الآن، نقصد رجال الدين الحاكمين الآن، فإذا ما زاروهم فهم يكونوا مبرئين، وإذا زاروهم وفود إسرائيلية بحجة زيارات مواقع دينية أيضا ستكون أيضا حجة. هذه الاستثناءات هي محاولة للضحك على ذقون الناس، وإلا بالحقيقة لماذا أنت تستثني؟ يعني متى كانت الزيارات الدينية مقبولة لدى كل الوطن العربي، كل أبناء الشعب الوطن العربي يرفض هذه الزيارات الدينية بما فيهم يعني أهم المسيحيين الذين يرفضون زيارات المقدسات المسيحية داخل عندهم يسموها الحج، يرفضون الحج لأنه تحت الاحتلال. نعم. هل سيفتح القانون باستثنائه هذا الباب أمام الشركات المطبعة بالفعل مع الكيان المحتل للزيارات المتبادلة ومزيد من التبادل التجاري؟ هل يمكن أن يحدث مثل هذا؟ هو التبادل التجاري والزيارات التجارية وجل الشركات الكبرى التي تستورد جميع المواد المهمة للشعب العراقي هي شركات ذات علاقة بحجة الشركات العالمية الكبرى لها علاقة مع الكيان الصهيوني، وهناك تسهيلات مالية لهم.
فهذا الاستثناء هو يفتح باب أكيد لزيادة هذا التبادل التجاري الموجود، وهم أيضا افتعلوا لمصالحهم الخاصة. يعني المشكلة هم لديهم يعني هذا الاستثناء سيستثني شركاتهم، سيستثني نشاطاتهم، سيستثني كل ما يكون بالفائدة عليهم وعلى إيران. نعم، هذا النفاق السياسي كما وصفته سيد عبد الله الذي تمارسه قوى السلطة خاصة قوى الميليشيات في المزايدة والمتاجرة بقضية فلسطين، السؤال هنا هل تعتقد أنها ستطهر بذلك نفسها، وهل ستقنع الرأي العام في العراق أنها قوى وطنية وقومية تدافع عن قضايا الأمة الإسلامية؟ الاحتلال وأطراف المعادلة العملية السياسية الحاكمة منذ 2003 من 2005 إلى اليوم هم عملوا على تحقيق أفضل هدف استراتيجي إلى الكيان الصهيوني وهو إخراج العراق من المعادلة السياسية المؤثرة في المنطقة، وهذا خدم بالتساوي خدم إيران وإسرائيل، فذلك هم أصحاب هذا الدور، وهم الذين الآن ينتقدون العلاقة مع الكيان الصهيوني. هم حققوا أفضل أهدافه، واليوم لا يعني شيء للكيان الصهيوني العراقي إن أقام علاقة أو لم يقيم، لأنه ما يهم الكيان الصهيوني هو إخراج العراق من المعادلة السياسية، وهذا حدث بالنسبة له لم يتحقق لو عملت الكيان الصهيوني بشكل مباشر بعد 100 سنة لم يتحقق ما حققوه أطراف العملية السياسية أصحاب هذا المقترح وهذا والذين أيدوه والذين أشاروا إليه، كلهم جميعهم مشاركين في التطبيع مع الكيان الصهيوني من خلال إضعاف العراق وإخراجه من العملية السياسية. فهذا هو فتح باب للعلاقات مع إسرائيل الحقيقية والصحيحة، هو إضعاف العراق وإخراجه من المعادلة السياسية. فهذا ليس فقط نفاق، وإنما هم عملاء يعني أدوا ما عليهم تجاه الكيان الصهيوني، وهذه فقاعات ليست لها معنى لا للكيان الصهيوني ولا لدى الشعب العراقي. من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لك.